مساء الخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على فكرة خلق الكون بالنسبة للأسطورة اليونانية الرومانية. طبعا هي مختلفة تمام الاختلاف عن أساطير المصرية لخلق الكون، وده طبعا نتيجة اختلاف الطبيعة الخرافية واختلاف البيئة نفسها المحيطة باليوناني اللي كانت مختلفة عن بيئة مصر القديمة إلى حد كبير جدا، واختلاف مفهوم الديانة حتى عند اليوناني والمختلفة عند المصري القديم. الحقيقة الديانة أو الميثولوجي اللي هو علم الأساطير، الجريك ميثولوجي تعتبر من أقدم علوم الأساطير على مستوى علوم الأساطير في العالم القديم. وإحنا عندنا بعض الأساطير اليونانية اللي بترجع ل2000 قبل الميلاد، واحنا عندنا كتير جدا من اللي اتكلموا على فكرة خلق الكون بالنسبة لليوناني، زي مثلا الشاعر هيزيود قال ان اليوناني كان بيعتبر ان الكون اتخلق عن طريق a very big chaos. chaos اللي هو ايه؟ chaos اللي هو عبارة عن open space، مكان كده مظلم كبير، ومن هنا بدأت خلق الكون. يعني دي اول حاجة نقدر نقولها عن الاساطير اليونانية الرومانية. So the first thing we should mention or we should talk about is the Greek mythology. The Greek mythology considered to be one of the most ancient mythologies. واحنا قلنا يعني ايه mythology؟ mythology اللي هو علم الأساطير أو الأسطورة. It was one of the most ancient mythologies in the ancient world. Some of them date back to the 2000 BC. According to many poets and historians, such as the poet Hesiod, he said or he believed that the world began or was originated from a big chaos. وقلنا يعني ايه chaos؟ chaos comes from the Greek root of a gap, a very big gap, simply designating a very open space, a dark open space. تمام؟ من ال dark open space دوت ظهر لنا غايا، وغايا تعتبر هي الأرض أو الممثلة أو المجسدة للأرض، وإيروس. وإيروس هو الأرث spirit of love، اللي يعني اللي يعتبر إيه الحب أو شرارة الحب الأولى أو إحساس الحب الأول. وهيزيود نفس الشاعر دوت بيقول إن إيروس هنا في الأسطورة بيختلف عن الإله إيروس اللي ظهر بعد كده في الأساطير اليونانية الرومانية كإله للحب. هنا شكله ووصفه كان مختلف شوية. يبقى from this chaos، من هذه الفجوة الكبيرة، appeared Gaia. And who is Gaia? Gaia was a personification of the earth. She is a broad-chested earth، منبسطة، أرض منبسطة. And Eros، who is Eros؟ Eros is Cupid. He is the spirit of love، روح المحبة. Okay, and it's the force of attraction which causes being to come together. According to Hesiod, the Greek poet, هذا الشاعر اليوناني، he believed that this Eros had nothing to do with Eros, who was the god of love in the Greek mythology. يبقى احنا لغاية دلوقتي عرفنا ان ال Greek mythology was one of the most ancient mythologies in the ancient world. It dates back to 2000 BC, and the Greeks believed that the world began from a big chaos. From this chaos, which is an open space, arose two things. The first thing is Gaia. Who is Gaia? She is a personification of the earth. And Eros. Who is Eros? He is Cupid, the first spirit of love. اللي هي روح المحبة. ادي الكايوس اهو. From this chaos appear two things. Gaia, the personification of earth. And Eros or Cupid, the first spirit of love. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ زي كعادة طبعا نظريات الخلق بدأت الأمور تتعقد شوية. بعد كده ظهر من كايوس دوت ظهر إيربيروس، وإيربيروس دوت يعتبر تجسيد للداركنس أو الظلام، ونيكس، نيكس دوت يعتبر تجسيد لليل. خلاص الاتنين اتحدوا مع بعض وكونوا مع بعض كل من إيثر أو آيثر اللي هي the clear sky بتمثل السماء الصافية، وهميرة اللي هي بتمثل ايه النهار. تمام ده بالنسبة لأول جزء
من الدايجرام اللي قدامنا، يبقى كايوس from this chaos ظهر جايا وإيروس، احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، وبعد كده ظهر إيربيروس. إيربيروس ده the personification of the darkness، يعتبر تجسيد الظلام، ونيكس تعتبر تجسيد الليل. امتزجوا مع بعض وقدهن إيثر أو آيثر the clear sky اللي هي السماء الصافية، وهيميرا اللي هي بتمثل النهار. تمام، يبقى ده أول شق من الدايجرام أو الشكل اللي قدامنا، التوضيح اللي قدامنا. وعلى الجانب الآخر جايا بور أورانوس، هي يعني إدت أو ولدت أورانوس. أورانوس دوت يعتبر هو تجسيد السماء المزدحمة بالنجوم. تمام، دايما بيوصف أورانوس إنه هو تجسيد للسماء المزدحمة بالنجوم. بعد كده جايا وأورانوس ابنها هيتحدوا مع بعض، وهنشوف بعد كده الأجزاء الكون المختلفة تجسدت إزاي أو تكونت إزاي من وجهة نظر اليونان. So from the chaos, according to the ancient Greeks, appeared, as we said before, Gaia, the earth, the personification of the earth, Eros, the Cupid, the first spirit of love. احنا قلنا يعني spirit of love اللي هو روح المحبة. وهيزيود قال in this Eros might have is a different one from Eros, god of love. And also from the chaos appeared Eirpeiros. Eirpeiros were the personification of the darkness. And Nyx is the personification of the night. Both of them united together, اتحدوا مع بعض, and they gave birth to Aether or Aether, the clear sky, and Himera, the day. On the other side, Gaia, the earth, gave birth to Uranus, and usually Uranus was described to be the sky full of stars، إن هي السماء الممتلئة بالنجوم. بعد كده إيه اللي حصل؟ يبقى خلاص إحنا عرفنا من الكايوس، من البلاك هيوج سبيس اللي ظهر. بعد كده جايا وأورانوس إنها اتحدوا مع بعض، ويعني أنجبوا ثلاث أنواع أو ثلاث أشكال من المخلوقات. ده طبعا من وجهة نظر اليونان. أول حاجة عندنا اللي هم التايتنز. مين هم التايتنز؟ التايتنز يعتبروا هم من وجهة نظر اليوناني هم أجداد البشرية، هم اللي جم من نسلهم البشرية، وهم عادة بيمثلوا القوة الطبيعية. والتايتنز دول كانوا 12، 6 منهم كانوا ذكور و6 منهم كانوا إناث. ده بالنسبة للتايتنز. عندنا حاجة تانية، عندنا السنتيمارس. سنتيمارس دول كانوا بيمثلوا the crashing waves and earthquakes، كانوا بيمثلوا قوة الأمواج المتلاطمة، لأن طبعا اليوناني كان مرتبط شديد الارتباط بالبحر والبحارة والمحيطات، نتيجة أن اليونانيين حتى غير المصريين، مصر القديم، اليونانيين كان عندهم ارتباط أكتر بالبحر والملاحة، and earthquakes اللي هي الزلازل. خلاص، وعادة السنتيمارس دول كانوا بيوصفوا ان هم ثلاث اشكال من الوحوش، والثلاث اشكال من الوحوش كانوا بيوصفوا ان كل وحش منهم كان عنده الاف مئات الايادي. خلاص، وكان شكلهم طبعا صعب شوية، دايما بيوصفوا ان هم وحوش قوة جسدية كبيرة جدا عشان يمثلوا الامواج المتلاطمة وقوة الزلازل. خلاص، يبقى احنا لغايه دلوقتي جايا واورانوس اتحدوا مع بعض. اول حاجه، اول نوع من انواع المخلوقات اللي ظهرت اللي هي التايتنز، وقلنا ان التايتنز دول بيمثلوا قوة الطبيعه المختلفه، عددهم 12 و12 6 ذكور و6 اناث. سنتيمارس برضو هم ثلاث وحوش، ثلاثه بس، والثلاثه دول كانوا دايما بيوصفوا ان هم ليهم مئات الايدي وبيمثلوا الامواج المتلاطمه والزلازل المختلفة. اوكي، طيب عندنا حاجة تانية، عندنا السايلوبس او كيكلوبس. السايلوبس او الكيكلوبس دول بيمثلوا ان هم جنيات الصواعق او الصاعقة، the storm genie. خلاص، ودايما كانوا بيوصفوا في الاساطير المختلفة ان هم عندهم عين واحدة. خلاص، وان هم برضو عددهم ثلاثة. اوكي، برونتوس the thunder اللي هو الرعد والبرق، برونتوس، ستيروبس the lightning اللي هو النور في السماء، and Orges the light and the thunderbolt. قلنا عليها قبل كده اللي هي الصاعقة.
تمام. يبقى التايتنز كان عددهم 12، السايلوبس او الكيكلوبس كان عددهم 3، والسنتيمارس كان عددهم كام؟ 3 3 3 12 تمام. طيب يبقى هو التوتال العدد كام بالظبط كده؟ توتال العدد 18، 3 و3 6، 6 و12 18 مخلوق ظهروا نتيجة اتحاد كل من جايا تجسيد الأرض عند اليونان القديم وابنها أورانوس. هنقول تاني مين هما الكايلوبس أو السيلوبس؟ دول بيمثلوا جنيات الستورم اللي هي بتمثل العاصفة أو العواصف الشديدة خلاص في الجو، ودايما كانوا بيظهروا في شكل مخلوقات لها عين واحدة في النص. اوكي، سنتيمارس كانوا وحوش وكان لهم مئات الأيدي، والتايتنز بيمثلوا قوة الطبيعة المختلفة خلاص. يبقى جايا the earth assimilated or united with her son Uranus. Gaia and Uranus united together they gave birth to three types of creatures. To how many types of creatures? Three types of creatures. The first type of creatures are the Titans. Who are the Titans? The Titans are the ancestors of the men. يعني ancestors يعني هم يعتبروا أسلاف البشرية. خلاص the human mankind. And they were 12, 6 males and 6 females. And they are the personification of the wild power, the wild natural powers. بيمثلوا قوة الطبيعة المختلفة. The second type of creature is the Cyclopes or the Cyclopes. And they are the storm genii. They were usually described to be have one eye in the middle. They are mainly three. Okay. The first one, Prontos, the thunder. Steropus, the lightning. And Ardus, the light and thunderbolt. Tani, Prontos, the thunder, Steropus, the lightning, and Ardus, the light and the thunderbolt. وقلنا thunderbolt اللي هي الصاعقة، نوع من أنواع الأسلحة كان بيستخدمها اليوناني. This is the third type of creatures. The last type of creature, the third one, are the centimaras. They represent the crashing waves. يعني إيه crashing waves؟ اللي هي الأمواج المتلاطمة and the earthquakes. They were are three monsters having 100 hands. Cultus the Furious, Byaros the Vigorous, and Gyges the Big Limbed. تاني Cultus the Furious, Byaros the Vigorous, and Gyges the Big Limbed. لغاية دلوقتي احنا بنتكلم عند اليوناني في فترة حكم أورانوس. في الفترة ديت اليونانيين كانوا بيعتقدوا ان العالم كان تحت حكم الإله أورانوس. أورانوس كان عنده طبقا للأسطورة، الأسطورة بتقول ان أورانوس كان عنده خوف ان حد من ولاده يستولي على الحكم، وعلشان كده كل لما كان يعني بيلد أحد المخلوقات أو أحد الآلهة كان بيحطه في قاع الأرض وبيقفل عليه. وعلشان كده جايا الأم وفي نفس الوقت الزوجة بتاعت أورانوس عبرت عن غضبها وقررت تنتقم من أورانوس نتيجة إن هو كل ما يولد لها ابن بيحط أورانوس في قاع الأرض نفسها وبيقفل عليه تماما. علشان كده طبقا برضو للأسطورة جايا عملت سيكل. يعني ايه سيكل شارب؟ سيكل زي كده ايه منجل، خلاص أداة حادة كده، منجل كان بيستخدم حتى في الزراعة خلاص. وإدت المنجل دوت لآخر ابن اتولد ليها، والآخر ابن اتولد ليها اسمه ايه؟ اسمه كرونوس خلاص. كرونوس دوت فعلا خد المنجل من أمه جايا وقتل أبوه أورانوس واستولى على العرش، وبالتالي انتقل حكم الورد نفسه أو العالم كله. بدل ما كان أورانوس هو اللي بيحكمه أصبح كرونوس هو اللي بيحكم، وبالتالي انتهى عصر حكم أورانوس وبعد كده جاء عصر حكم كرونوس الإله. Titans زي ما قلنا they are the ancestors of men، هم أسلاف الملك البشرية. They were the personification of the wild power، هم بيمثلوا
قوى الطبيعة المختلفة. As we said, there are six males and six females. Cyclopes or Cyclopes, they were the storm genii, اللي هم جنيات الصواعق المختلفة والعواصف المختلفة. They had only one eye in the middle. Prontus, the thunder. Steropus, the lightning. Andrus, light and thunderbolt. Prontus, the thunder. Steropus, the lightning. Argus, light and thunderbolt. Centimarus, they are the third type of creatures which are born by both the unification between Gaia and Uranus, her sun. They are the crashing waves, they are the earthquakes, and they are many monsters, three monsters with 100 hands. Cultus, the furus. Biarus, the vigrus. Gygus, the billiglint. Cultus, the furus. Biarus, the vigrus. Gygus, the billiglint. ادي الرين بتاع اورانوس اهو. This is the reign or the period in which Uranus controlled over the whole world. هو اللي كان بيحكم العالم. خلاص. He united with his mother. And these are the three types of creatures. Titans. They are 12, 6 males, 6 females. Cyclopes. They are 3. Prontus, Steropus, Argus. Centimarus. They are also 3. Cultus, Biarus, Gygus. زي ما قلنا ازاي انتهى العصر ده. Uranus had a great horror, had a great fear from his offspring. يعني ايه offspring؟ يعني كان خايف من الناس او اللي هم اولاده ان هم يستولوا على العرش او يحصل ما بينه وما بينهم يعني نوع من انواع الايه الصراع على العرش بتاع الكون نفسه. And therefore as soon as they were born he shot them in the depths of the earth. يعني إيه he shot them in the depths of the earth؟ يعني حطهم في باطن الأرض. As a result, نتيجة لهذه الفعلة, Gaia expressed great sorrow and anger. هي عبرت عن إيه؟ عن حزنها وفي نفس الوقت غضبها. هي ما حزنتش بس, لا هي غضبت من هذه الأفعال. So Gaia expressed her great sorrow and anger and decided to take revenge. يعني taking revenge يعني ان هي عايزه تقتص, عايزه تنتقم من ابنها من الفعل اللي هو بيعمله. Therefore she formed a sharp sickle. يعني ايه sickle؟ احنا قلنا ان هي was a method for cutting the grain, كان بيستخدم لقطع المحاصيل المختلفه زي القمح ويعني كان بيستخدم من في الزراعه اللي هو المنجل. And gave this sharp sickle to her latest born son. Who was the latest born son by Gaia? He was called Cronus. Cronus succeeded in killing his father. The father's blood sat on the ground. الدم بتاع الأب اللي هو أورانوس يعني ساح في دمه خالص والدم دوت انتشر على الأرض و بقايا أورانوس ظهرت أو يعني كانت في البحر ومن هنا من دم أورانوس اللي انتشر في البحر ظهرت بعد كده أفروديت ومن هنا جت أسطورة أفروديت إن هي دايما بنقول عليها أفروديت أنادوميني أفروديت رايزنج فروم ذا سي أفروديت اللي بتطلع من البحر لأن الإلهة أفروديت كانت إلهة للبحار وإلهة حامية للبحارة كمان فمن هنا جت قصة إيه ولادتها يبقى after that he Cronus used a sharp sickle which was made by Gaia and he succeeded in killing his father Uranus and by this action okay the reign of Uranus ended and the reign of Cronus began. He began to war to reign the whole world and the whole universe. So the reign of Cronus began. ده الرين بتاع كرونوس ومن عصر كرونوس بدأ يظهر لنا بقى ايه زي ما انتوا شايفين جزء من الآلهة الأولمبية اللي احنا هنفرد لها كده فيديو مخصوص وحلقة مخصوص هنتكلم فيه عن الآلهة الأولمبية بشكل ايه خاص. طيب عصر كرونوس الحقيقة بعد ما قتل أبوه قدر ان هو يحرر إخواته ومن ضمنهم أخته ريا
تمام. وبعد ما تزوج من أخت ريا خلف 6 أولاد، 3 ولاد و3 بنات. ال3 ولاد هم زيوس، هادس، وبوسايدون. ال3 بنات هم هستيا، ديميتر، أند هرا. نقولهم تاني، يبقى كرونوس قدر يحرر إخواته اللي كان أبوه أورانوس بيحطهم في باطن الأرض، ومن ضمنهم أخته اللي اسمها ريا. وهو تزوج أخته ريا وخلف منها كام ولد وبنت؟ 6 أولاد، تمام. 3 أولاد و3 بنات. ال3 أولاد اسمهم زيوس، هادس، بوسايدون، وال3 بنات اللي هم هستيا، ديميتر، هرا. طبعا دول مش أولاد وبنات، هم آلهة وآلهات، يعني 3 آلهة وتلات إيه وتلات آلهات من وجهة نظر طبعا اليوناني القديم، تمام. طيب هادس عشان نبقى عارفينه، هو كل الستة دول هيبقوا جزء من آلهة الأوليمب اللي عددهم كام بعد كده؟ عددهم 12. يعني هو كرونوس أنجب نص آلهة وآلهات الأوليمب اللي هم الآلهة الرئيسية في الديانة اليونانية. طيب تعالوا نعرف كده وظيفتهم بشكل سريع، بعد كده هنتكلم على آلهة الأوليمب بشكل أكتر تفصيلا. أول حاجة هادس، هادس ده معروف إن هو كان حامي العالم الآخر، وهو حامي البوابة المتجهة للعالم الآخر. بوسايدون هو إله البحار، سمي في الديانة اليونانية الرومانية بنبتون، وهو إله البحار، إله الزلازل، وإله الحامي للفرس الهورسز. زيوس واسمه رومان جوبيتر، هو أصبح كبير الآلهة. زيوس بعد كده هو هيصبح كبير الآلهة، وهو أصلا إله للصواعق، وإله للسماء، وإله لكل الظواهر اللي بتحدث في السماء. طيب ال3 آلهات بقى مين دول؟ هستيا، هستيا كنا بنقول عليها في الرومان فاستيا، she was the goddess of hearth and domesticity، يعني كانت إلهة للأعمال المنزلية وكانت إلهة للحقول. ديميتر في الرومان بيتقال عليها كارس، وهي إلهة للطبيعة وإلهة للفصول المختلفة. طبعا جه من اسمها وجه منها أسطورة شهيرة جدا اللي هي أسطورة اختطاف بنتها بيرسيفوني من قبل عمها اللي هو هادس، ونتيجة لهذا الاختطاف اتقسمت السنة لصيف وإيه وشتاء، وهنبقى نتكلم عليها طبعا بالتفصيل. هيرا كان اسمها في الرومان جونو، and she is the goddess of a of marriage and a and motherhood، تمام. يبقى احنا لغاية دلوقتي كرونوس succeeded in setting free his brothers and sisters and he married one of his sisters who was called Rhea. He gave birth to 6 deities, 3 gods and 3 goddesses. The 3 gods are called Zeus, Hades, Poseidon. Zeus, Hades, Poseidon, and the 3 goddesses are Hestia, Demeter, Hera. Hestia, Demeter, Hera. Hades was the guardian to the other world. هو الحامي والحامي العالم الآخر. Poseidon, he was the god of earthquakes, god of horses, and also god of the sea. Zeus was the lord of the gods and goddesses. هو كبير الآلهة والآلهات. And he was mainly the god of the sky and the different natural phenomena connected to the sky. كل الظواهر الطبيعية المرتبطة بالإيه؟ بالسماء. خلاص؟ طيب on the other side, who are the 3 goddesses? We have Hestia. Hestia in the Roman is Vestia. And she is the goddess of hearth and domesticity. Demeter, she is a Roman Charis, and she was the goddess of nature and the seasons. Hera, who was in the Roman Juno, she was the goddess of marriage and motherhood, and she was also the mistress of all goddesses. كانت كبيرة الآلهات. Hera, إذا Hera كانت كبيرة الآلهات، وزيوس هو كان كبير الآلهة. يبقى كرونوس married his sister Rhea and they gave birth to the 3 children as we said. Hades, the lord of the other world, Poseidon, the lord of the sea, earthquakes, Zeus, the lord of the gods and the thunder and the sky, Hestia, Roman Vestia, goddess of hearth and domesticity,
Demeter, goddess of nature and seasons. Hera, goddess of marriage and motherhood, mistress of all goddesses. طيب منين جاء البيرث بتاع زيوس، وازاي زيوس اصبح هو كبير الالهه؟ خلال فتره حكم كرونوس كان في نبوءه طبقا للاسطوره، طبعا دي كلها اساطير، يعني كان في نبوءه حصلت ان كرونوس سيتم استبعاده من حكم الكون من خلال احد ابنائه. وعلشان كده يعني الكهنه اليونانيين ابدعوا بقى شويه في الحته دي، قال لك ان كرونوس كان بيبلع ابنائه كلهم واحد تلو الاخر، كل ما يعني يخلف ولد الهه او اله ايه يبلعها. تمام، فريا الحقيقه لما خلفت زيوس قدرت ان هي تخفيه في جزيره كريت علشان تحميه من بطش ابيه اللي هو مين، اللي هو كرونوس. وبعد كده قدمت صخرة كبيرة جدا ملفوفة لكرونوس على أساس إن ده ابنها زيوس، وفعلا هو إيه، هو بلعه من بدون أدنى أي شك. بعد كده لما زيوس وصل لمرحلة يعني شباب وبدأ يبقى كبير، يعني بدأ يفكر في الانتقام من أبيه، وبمساعدة أحد مساعدينه اللي هي واحدة اسمها ماتس. وماتس ديت كانت امرأة أو سيدة بتمثل شخصية في الأسطورة اليونانية بتمثل الوزدم أو الحكمة، ادت لكرونوس اللي هو كان بيحكم الكون في هذه الفترة درينك كده، ماجيكال درينك، والماجيكال درينك دوت خلاه vomit up، يتقيأ كل أبنائه اللي هو سبق ان هو ايه بلعهم. وبالتالي زيوس قدر ان هو يعاقب أبوه ودفنه في أعماق الأرض تماما، وأصبح دوت هو بداية لعصر زيوس وعصر حكم زيوس واستقراره على جبل الأولمب مع بقية آلهة جبل الأولمب. During the reign of Cronus، زي ما قلنا خلال عصر أو فترة كرونوس، an oracle، يعني إيه oracle؟ يعني نبوءة. An oracle predicted that Cronus will be ousted by one of his children، سيتم استبعاده من الحكم من خلال أحد أبنائه. Therefore he swallowed each of his children one after the other as soon as they were born. يعني ايه as soon as they were born؟ اول ما يبتدوا يعني يتولدوا بيروح بلعهم. So Cronus swallowed each of his children one after the other as soon as they were born. When Rhea gave birth to Zeus, she went to the island of Crete، اللي هي جزيرة كريت، in order to save her child. Then she wrapped an enormous stone، يعني إيه wrapped an enormous stone؟ لفت حجر ضخم، in clothes and presented it to Cronus as if this wrapped stone is his child Zeus. And therefore Cronus swallowed this wrapped stone without any suspicion. يعني إيه without any suspicion؟ بدون أدنى شك بلعه وهو يعني إيه تمام كده، قدر إن هو إيه يتخلص من ابنه. As soon as Zeus reached maturity، بدأ يكبر ويفهم إيه اللي حصل بالظبط، he planned to punish his father. He planned to punish his father، يعني عايز ينتقم من أبيه. His aide، اللي هي مين اللي كانت بتساعده؟ Metis Wisdom، gave Cronus a drink which was a magical drink، and because of drinking this magical liquid Cronus vomited up all of his children. يعني إيه vomited up؟ تقيأ كل أبنائه الآلهة. After that Zeus banished his father in the depths of the earth، يعني حبسه في أعماق في أعماق الأرض. This was the beginning of the Olympian gods، دي كانت بداية عصر الآلهة الأولمبية. They were 12 deities، هم 12 إله وإلهة، on the mount of the Olympians in Thessaly، في منطقة Thessaly في اليونان، along the shores of the Aegean Sea، اللي هو على يعني قريب من بحر إيجا. آدي أسماء الآلهة الأولمبية، وإن شاء الله هيبقى في فيديو مخصوص عن الآلهة الأولمبية. الآلهة الأولمبية زي ما قلنا هم 12، كبير الآلهة اللي هو مين؟ اللي هو زيوس، يعتبر هو كبير الآلهة، وهيرا هي mistress of the goddesses، كبيرة الآلهات. وكلهم زي ما احنا شايفين اتغير اساميهم، تمام، ما عدا واحد بس. مين هو الواحد بس دوت؟
اللي هو بالظبط اللي هو أبولو. أبولو هو الإله الأولمبي الوحيد اللي ما تغيرش اسمه خلاص من الديانة اليونانية للديانة الرومانية، لأن معظم الآلهة زي ما انتوا شايفين كده اتغير اسمها وأصبح لها اسم آخر في الديانة الرومانية.